سفر التكوين وأصحاح 27 وبدءاً من عدد 1 حتى نهاية عدد 20 بيجسد لنا قصة من القصص اللي احنا دايماً بنقراها ونقف قدامها. سفر التكوين أصحاح 27 بدءاً من عدد 1 وحتى نهاية عدد 20. تقول الكلمة المقدسة: وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يا ابني. فقال له: هأنذا. فقال: إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا، واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لأكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة استكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: أأتني بصيد واصنع لي أطعمة لأكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا أمرك به. اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب وخذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يده وملاست عنقه جلود جديي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: هأنذا، من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي. آمين. من حوالي 30 سنة أكثر أو أقل، في مساء يوم أحد كان عندي ميعاد هزور زيارة أنا وحماية الشيخ فوزي، وكان عندي أنا خدمة في مكان ما، وبعد الخدمة اتقابلنا وفي العربية ابتدى يسألني كانت الخدمة عن إيه، فقلت له الخدمة اللي خدمتها في نص ساعة، قلت له في دقيقتين، وهو قال لي، وكان حاضر الكنيسة هنا، قال لي: ربنا بارك القسيس مكرم في خدمة كتابية رائعة، وكانت بتدور حول الأسرة، وكانت من سفر التكوين أصحاح 2، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأة ويكونان جسدا واحدا، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. سمعت الخدمة وكان ليها مكان في ذاكرتي. ومن حوالي 6 سنين أو 7 سنين طلب مني قبل من الناس اللي أنا بعزهم إن أنا أقول لهم خدمة في فرحهم. حضرت خدمة من كورنثوس أولى 13، وجيت كان فرح هنا في الكنيسة، وجيت وأنا كنت نمرة 3 في المتكلمين، وكان قبلي 2 أسس مشيخيين. أول أسيس اتكلم تقريبا في نفس الفكرة اللي أنا كنت حضرتها، أسقط في يدي، هعمل إيه؟ مش هعمل حاجة. فعلى طول استدعيت الخدمة اللي سمعتها من الشيخ فوزي، اللي سمعها من الأسيس مكرم، واتلفت حواليا ما لقيتش أسيس مكرم، قلت الحمد لله، لقيت مدام سيزا، قلت أكيد هي مش تبقى فاكرة الخدمة. لكن إمعانا في التمويه استخدمت قاعدة دايما بنستخدمها في كتابة المقالات،
إن أنا لما بقتبس من حد أقتبس أقرأ اللي قاله واقتبس منه بلغتي، لكن لابد وأن أقول أن هذا الكلام مصدره فلان الفلاني. الأسيس مكرم قال هناك أربع أفعال رئيسية تضمن لنا الزواج الناجح: يترك، يلتصق، يتحد، يتعرى. أنا أخذت كل فعل وحولته إلى عمود وقلت هناك أربعة أعمدة رئيسية تضمن لنا الزواج الناجح. العمود الأول وهو الفكر، فعل يترك هو عمود الاستقلال، وإذا تخلخل هذا العمود، إذا لم يترك الرجل أباه وأمه، إذا لم تترك الفتاة أباها وأمها، إذا لم يترك الآباء أبنائهم، قد يتخلخل هذا العمود وقد ينهار الزواج. العمود الثاني يلتصق، وهنا عمود القبول، وكلمة يلتصق هي كلمة تعبر عن جسمين لزقناهم مع بعض بمادة صمغية. جبت قطعة من الخشب ولزقت عليها قطعة من الزجاج، سيتقبل الخشب الزجاج ولن يعترض. وهنا يأتي الفعل الثاني أو العمود الثاني، عمود القبول. كل طرف يقبل الطرف الآخر كما هو، لا يحاول أي طرف أن يعيد صياغة الطرف الآخر. الفعل الثالث وهو يتحد هو عمود التكامل، وهو صورة مصغرة للكنيسة التي فيها أعضاء كثيرين وكل عضو له دور، وعندما تجتمع الأدوار معا تظهر الصورة الجميلة لوحدة الكنيسة. وهنا يأتي العمود الثالث، عمود التكامل، لكل شخص دور، وعندما تجتمع الأدوار معا تظهر الوحدة في أجمل صورها. العمود الرابع يتعرى، وهو عمود الشفافية. متى بدأ كل من آدم وحواء يستر عورتهما عن الآخر؟ عندما دخلت الخطية. عندما تدخل الخطية تدخل الأسرار، عندما تدخل الخطية تنتفي الشفافية. ده المضمون اللي قاله فعلا أسيس مكرم، وأنا حولت الأفعال إلى أعمدة. أردت من خلال هذه المقدمة السريعة أو الطويلة أمرين. أردت أولا أن أنفذ وصية كتابية أوصانا بها كاتب الرسالة العبرانيين عندما قال في الأصحاح الأخير: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. وفي هذا الأطار أريد أن أذكر اثنين من المرشدين الذين أثروا علي أنا وأثروا على الكنيسة. أسيس مكرم، الشخص اللي ربنا استخدمه في أن يرسي قاعدة كتابية راسخة في هذه الكنيسة. الشيخ فوزي، الشخص اللي كانت الكلمة تجري في عروقه، وكان هذا يبدو واضحاً في كلماته وفي صلواته. لكن الأمر الثاني الذي من خلاله أردت أن أذكر هذه المقدمة، أردت من خلال هذه المقدمة أن أستوحي عنواناً لحديث هذا الصباح، والعنوان الذي اخترته: عندما تنهار الأعمدة. عندما تنهار الأعمدة. نحن أمام بيت بني على أعمدة قوية، بيت إسحاق ورفقة، فاختيار الزوجة كان اختيار إلهي، وتم اختيار الزوجة بعناية، وصار معا في طريق كان يخيم عليهم الله، حتى أنهما عندما واجه مشكلة الإنجاب التجأ إلى الله في الصلاة، فكان البيت مدعم بالصلاة. لكن البداية القوية لا تضمن إطلاق النهاية قوية. هذا البيت الذي بني على أعمدة قوية نراه في هذا الأصحاح وقد انهار. لذلك يقول الكتاب: نهاية خمر خير من بدايته.
وما أكثر الذين في كلمة الله ابتدأوا بداية رائعة وانتهوا نهاية مأساوية. نوح ابتدى بداية رائعة، سليمان ابتدى بداية رائعة، ديماس ابتدى بداية رائعة، لكن كل منهم كان نهايته غير طيبة. عندما تنهار الأعمدة، تعالوا بنا نرى بعض المظاهر من خلال هذا النص على انهيار الأعمدة أو التي تصاحب انهيار الأعمدة. أقول أولاً، عندما تنهار الأعمدة تتوه الأولويات. اسمعوا في العدد الأول: حدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر وكان يظن أن يوم وفاته قد اقترب، دعا ابنه وقال له: يا ابني اصنع لي أطعمة كما أحب. نهاية الحياة تعبر عن غايات الحياة، والإنسان في نهاية حياته يطلب أعز ما لديه. إسحاق هنا وهو في نهاية حياته يطلب من ابنه طعاماً يتلذذ به، مع أنه كان في البيت خراب. في نهاية أصحاح 26 كانت امرأتا عيسو سبب مرارة نفس إسحاق ورفقة، كان في البيت خراب، لكن إسحاق يريد طعاماً تحبه نفسه. عندما اقترب إبراهيم من الموت استدعى كبير غلمانه وقال له: عليك مسؤولية، عليك أن تبحث لابني عن زوجة ليست من بنات كنعان لكن من بنات الله. عندما دنت نهاية داود من الموت استدعى سليمان ابنه وقال له: يا سليمان ابني اعرف إله أبيك، يا سليمان ابني عليك مسؤولية أن تبني هيكل لله. عندما دنت نهاية بولس ويقول: وقت انحلال قد حضر، يكتب لتلميذه تيموساوس ويقول له: ما سمعته مني أودعه أناس أمناء. أنا أريد أن رسالة يا تيموساوس تنتشر وكلمة الإنجيل تصل إلى كل العالم. عندما دنت نهاية نابليون من الموت وهو على فراش الموت ينتفض ويقول: أريد قائدا للجيش. وعندما دنت نهاية إسحاق يقول: أريد طعاما تتلذذ به نفسي. ما هي أولوياتنا في بيوتنا؟ هل أولوياتنا أن نبني لأبنائنا أم نبني أبناءنا؟ أولوياتنا أن نترك لهم أو نترك فيهم؟ أولوياتنا أن نبني الحجر أم نبني البشر؟ أولوياتنا أن نضمن مستقبلهم المادي أم نضمن مستقبلهم الروحي والأخلاقي؟ عندما تنهار الأعمدة تتوه الأولويات. عندما تنهار الأعمدة تتأجج الشهوات. اصنع لي أطعمة كما أحب، أو في ترجمة أخرى كما أشتهي. عندما تنهار الأعمدة تتأجج الشهوات. يريد الإنسان أن يشبع لذاته، يكونون محبين للذات. تكلمت عن إبراهيم وكان اهتمامه بمستقبل ابنه إسحاق، كان داود اهتمامه ببناء بيت لله، كان بولس اهتمامه بانتشار الرسالة، كان نابليون اهتمامه ببناء الجيش، كان إسحاق اهتمامه بإشباع لذاته.
عندما تنهار الأعمدة نريد أن نشبع ذواتنا ونشبع لذاتنا، نريد أن نشبع شهواتنا، نريد أن نوتع أنفسنا، نتقوقع حول شهواتنا وتكون شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة هو محورنا. لكن أقول ثالثاً، عندما تنهار الأعمدة تنكسر العلاقات، عندما تنهار الأعمدة تتوه الأولويات، عندما تنهار الأعمدة تتأجج الشهوات، عندما تنهار الأعمدة تنكسر العلاقات. تعالوا بنا نتأمل العلاقات في هذا البيت. إسحاق يستدعي ابنه سراً لكي يباركه، مع أن البركة من ينبغي أن تكون علنية. ويقول الكتاب في عدد 5: وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق. وتأتي هذه الكلمة في ترجمة أخرى: وكانت رفقة تسترق السمع، يعني بالبلدي حطت ودنها على باب الأوضة اللي بيتكلم فيها إسحاق مع عيسو وحبت تسمع إيه اللي بيحصل. ده نوع العلاقات في هذا البيت. واستدعت رفقة ابنها يعقوب سرا. وقلت بص يا ابني أنا أقول لك حاجة بس ما تقولش لحد. لا شفافية إطلاقا في العلاقات. هل تدركون لماذا؟ كان هذا البيت يعاني من التمييز. يتكلم في إصحاح 25 يقول هذه الكلمات: أحب إسحاق عيسو، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. في ترجمة أخرى: فضل إسحاق عيسو، وأما رفقة فكانت تفضل يعقوب. هذا هو الجو الذي كان يعيش فيه هذا البيت. أب يفضل ابن وأم تفضل ابن الآخر، جو التمييز. وعانى يعقوب من التمييز. من أجل هذا التمييز كاد الأخ يقتل أخاه. من أجل هذا التمييز هرب يعقوب من بيت أبيه وذهب إلى بيت خاله، وهناك عاش في منتهى الذل. يلخص حياته في هذه الكلمات: كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد وطار نومي من عيني. وعندما عاد مرة أخرى إلى بيت أبيه وجد أمه وقد فارقت الحياة. هذا الشخص الذي عانى من التمييز كبر وأنجب بنين، وإذا به يميز يوسف ابنه على سائر إخوته. من العجيب أن الإنسان لا يتعلم لا من أخطائه ولا من أخطاء الآخرين. وقد نكرر نحن هذا الخطأ. أتت الفتاة إلى المشير وهي تشتكي وتشعر بنوع من أنواع المرارة أن في بيتها يفضلون البنين على البنات. وكبرت الفتاة وتزوجت وأنجبت بنين وبنات، وإذا بها تميز البنين على البنات. هذا ما نراه كل يوم، التمييز. عندما تنهار الأعمدة تنكسر العلاقات. لكن أقول رابعاً، عندما تنهار الأعمدة ننحرف عن كلمة الله. شوفوا، كان أمام إسحاق كلمة الله واضحة يقول فيها الكتاب: الكبير يستعبد للصغير، في إصحاح 25. الكبير يستعبد للصغير. وكان إسحاق بيقاوم هذه الفكرة، لكن أراد الله أن يتعامل مع ضعف إيمان إسحاق أمام الكلمة
وكان إسحاق يمكن يقول لا، عيسو ابن البكر لابد أن البركة تكون لعيسو، برغم أن الله قال أن الكبير يستعبد للصغير. لكن جاء يوم من الأيام عيسو دخل على أبيه وقال له: أبويا. قال له: نعم ابني. قال له: لقد تنازلت اليوم عن البكورية ليعقوب وأقسمت له على هذا. كان أمام إسحاق كلمة الله: الكبير يستعبد للصغير. وكان أمام إسحاق أيضاً مشهد عملي واضح أن الكبير تنازل عن البكورية للصغير. لكن بالرغم من كل هذا أصر إسحاق على ما يريده، وهو يبارك يعقوب ويظن أنه عيسو، يقول له: تكون سيداً لأخوتك. الله يقول ونحن نقول. الله يقول: لا تأكل من هذه الشجرة التي في وسط الجنة، لأن يوم تأكل منها موتاً تموت. ونقول: لا، أنا هاكل من هذه الشجرة ولن أموت. المعصية، عصيان الله، عندما تنهار الأعمدة ننحرف عن كلمة الله، نعصى الله. لكن عندما تنهار الأعمدة أيضاً نهتم بالمظهر دون الجوهر. اسمعوا الحوار الذي دار بين رفقة وبين إسحاق. قلت له: يا ابني، أنت تخش لأبوك وتقول له: أنا عيسو ابنك. قال له: بص يا أمي، أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أقول له أنا عيسو. مشكلتك إيه يا يعقوب؟ قال: مشكلتي لو أبويا اكتشف أن أنا بكذب. أنا في الكذب ما عنديش مشكلة، لكن أنا مشكلتي أن لو أبويا اكتشف أن أنا بكذب وضع إيه؟ أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أسرق، لكن مشكلتي أن الناس ما تعرفش أن أنا بسرق. ما عنديش مشكلة أن أنا أخون شريك حياتي، لكن مشكلتي الناس ما تعرفش أن أنا بخون شريك حياتي. أنا مظهر بتاعي أهم من جوهر حياتي. في كثير من البيوت أهم شيء عندهم أن البيت يبقى مظهره من الخارج بيت متماسك قوي ثابت، مش مهم جوه يبقى فيه إيه. أنا لا أدعو أن نخرج خراب بيوتنا الداخلي أمام الناس، لكن ما أقوله كما أننا نهتم بأن يكون بيتنا في مظهره جميل، دعونا نبذل الجهد أيضا ليكون جوهر بيوتنا أيضا ثابت وقوي وجميل. دعونا لا نهتم بمظهر بيوتنا أكثر من اهتمامنا بجوهر بيوتنا. دعونا أن نبذل الجهد في أن تكون بيوتنا في الداخل متماسكة، كما أننا نبذل الجهد لكي تكون بيوتنا في الخارج بيوت متماسكة. عندما تنهار الأعمدة تتوه الأولويات، عندما تنهار الأعمدة تتأجج الشهوات، عندما تنهار الأعمدة تنكسر العلاقات، عندما تنهار الأعمدة ننحرف عن كلمة الله، عندما تنهار الأعمدة نهتم بالمظهر دون الجوهر. لكن أقول أيضا عندما تنهار الأعمدة نسيء استخدام كلمة الله. هكمل الحوار اللي بين يعقوب وبين رفقة. قال لها: يا أمي، أنا لو كذبت يمكن أجلب على نفسي لعنة لا بركة. أتوصى ابني: لا، لو كان في لعنة تبقى لعنة علي أنا، لكن أنت مش ممكن تتلعن، ده أنت عندك وعد بالبركة. اكذب وما يهمكش، هتتبارك
إساءة استخدام كلمة الله. وإحنا كمؤمنين أحياناً بنسيء استخدام كلمة الله. اغلط وما يهمكش، أصلا إن أخطأت فلنا شفيع. اغلط وما يهمكش، أصل المؤمن لا يهلك. اغلط وما يهمكش، أصل الذين في يدي لا يمكن أحد أن يأخذهم منه. وحافظين آيات كثيرة، نسيء استخدام الآيات أو أحيانا نستخرج الآية من قرينتها علشان نبرر لأنفسنا الأخطاء. أنا ما عنديش مشكلة في أن المؤمن لا يهلك، ما عنديش مشكلة في كلمة لا يهلك، لكن عندي مشكلة في كلمة المؤمن. من هو المؤمن؟ يعقوب في أصحاح 2 بيقول لنا في ثلاث أنواع من المؤمنين. يقول لنا أنت تؤمن أن الله واحد. كلنا نؤمن أن الله واحد، وكلنا بنقر بقانون الإيمان، وكلنا بنقر أن المسيح تجسد وتأنس وصلب وقبر ودفن وقام وصعد وسيأتي ثانية. كل واحد فينا بيؤمن إيمان فكري، إيمان عقلي. لكن يعقوب يقول لنا حاجة تاني، يقول لنا في واحد بيؤمن إيمان عقلي ووجداني يؤثر على العاطفة. ويقول لنا إيه؟ والشياطين يؤمنون ويقشعرون. إيمان شياطين، يعني بهذا التعريف الشيطان مؤمن. الشيطان مؤمن، مؤمن بفكره وبعاطفته. لكن يقول لنا في نوع ثالث من الإيمان، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. ألم يتورر أبونا إبراهيم بالأعمال؟ الإيمان العامل، الإيمان الذي يصل له نتائج. عشان كده علينا نخلي بالنا إحنا من أي نوع من المؤمنين. ده رب نفسه قال في نهاية خطابه الخالد، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب. إحنا مؤمنين يا رب، إحنا مؤمنين ومفروض ما نهلكش. يقولون لا، ده إحنا كنا بنتنبأ وبنعمل وبنعمل. يقولون لا، أنا ما أعرفكمش، أنا ما أعرفكمش. عندما تنهار الأعمدة نسيء استخدام كلمة الله. لكن أقول أخيراً، عندما تنهار الأعمدة نرتدي الأقنعة. اسمع الحوار الذي دار بين إسحاق وبين يعقوب. يقول له في عدد 20، ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال إن الرب إلهك قد يسر لي. بيسأله أنت جيت بسرعة كده ليه يا ابني؟ قال له بص يا أبوي، أنا عايز أقول لك حاجة. أنت أول ما طلبت مني أن أحضر لك الطعام، مع أنه ما طلبش منه وطلب من عيسو، أول حاجة عملتها صليت، وكانت لي صلاة مركزة هادفة، يا رب يسر لي هذه المهمة. وكنت أصلي وعندي يقين تام أن الرب سييسر لي هذه المهمة. وما أن خرجت إلى البرية وجدت الصيد أتيت به وصنعت به طعاما وأتيت به إليك، لقد يسر لي الله هذه المهمة. أستعير كلمات الشاعر أحمد شوقي وأقول، برز يعقوب يوما في ثياب الأتقياء، لقد ارتدى ثوب التقوى، ارتدى ثوب الاتكال على الله، ولم يكن بالإنسان التقي أو الإنسان المتكل على الله. يا ترى ما هو الثوب الذي ارتديه أحيانا لأعطي الناس انطواعا أن إنسان تقي؟ هل هو ثوب الخدمة؟ هل هو ثوب العطاء السخي؟ يا سلام، فلان ده سخي في عمل الله. هل هو ثوب الاندماج في فترات العبادة والذي يصل أحيانا في لغة جسدية مبالغ فيها
أنا لا أعرف ما هو الثوب الذي أرتديه، لكن في كثير من الأحيان نرتدي ثياب ليست ثيابنا. لكن أقول أيضا يعقوب هنا يخبرنا باختبار كيف أن الله يصل له، ولم يكن اختبار يعقوب إلا اختبار مزيف. لذلك أعود وأستعير كلمات الشاعر وأقول: مخطئ من ظن أنه كان ليعقوب اختبار، مخطئ من ظن أنه كان ليعقوب اختبار. وهنا أود أن أقول أيها الأعزاء: لا تنبهر ولا تصدق كل اختبار تسمعه من الفضائيات أو من على المنابر أو من خلال حديث شخصي. فبين هؤلاء الذين يشهدون باختبارهم هناك يعقوب يشهد لنا باختبار مزيف. بل أن هناك قمم في الحياة المسيحية اختبروا اختبارات عميقة ولم يخبرون عنها. لقد اختبر الرسول بولس اختبار في منتهى العمق عندما دخل إلى الفردوس وطلع من الاختبار ده وقعد 14 سنة ما يقولش لحد عليه، وسألوا ليه يا بولس مش عايز تقول إيه؟ يقول لهم: يا جماعة لكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. أنا خايف أقول اختباري لحسن الناس تفتكر أن أنا يا ما هنا ما هناك. ده مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعة؟ ده الرسول بولس. ويمكن هذا السبب لما الرب صعب مع التلاميذ فوق جبل التجلي ورسول بولس يقول كنا معينين عظمته، الرب يقول لهم: يا جماعة ما فيش داعي تحكوا. يمكن بطرس يقول: يا رب أنا هقول الاختبار لمجد المسيح. قال له: يا بطرس ما فيش داعي تحكي، أنا خايف عليك يا بطرس من بطرس. بيكمل الرسول بولس اختباره يقول لهم: أنا أقول لكم في ظل هذا الاختبار اختبرت اختبار آخر، أصبت بمرض وصليت بإيمان عشان الرب يشفيني، ورب جي قال لي: بولس أنت مش هتخف يا بولس. وده اختبار تقوله لنا يا بولس؟ لك لا، ده مش اختبار أقول لكم، ده اختبار أنا بفتخر بيه، بفتخر بيه. عشان كده الاختبارات لا تعمم ولا تعلم، لأن لو عممت الاختبار يبقى كل واحد هيصلي زي بولس عشان يخف مش هيخف. اختبار بولس يختلف عن اختباري، يختلف عن اختباري. المشكلة بتاعتنا ان احنا واحد يكون اصيب بمرض وصلى والرب استجاب له بطريقة معجزية، وانا اؤمن ان الله يستجيب بطرق معجزية، ويجي الواحد تاني يقول له: انا كنت عيان وصليت، صلي. والتاني يصلي، قال له: صلي بإيمان. يقول له: انا صليت بإيمان. ويصلي وما يخفش ويمكن يموت، وتكون النتيجة النهائية أصلا ما كانش عنده إيمان. أنا اللي خفيت عندي إيمان، هو ما كانش عنده إيمان. لو كان عنده إيمان كان خف. ويتم علي ما قاله الرسول بولس: يظن أحد أو أظن أنا من جهتي فوق ما أنا عليه. أنا صاحب الإيمان الكبير وهو ما عندهش إيمان. في أعمال 12 بالإيمان بطرس نجا من حد السيف، وآخرون بالإيمان يعقوب مات بحد السيف. بالإيمان نجا وبالإيمان مات. لذلك دعونا أيها الأعزاء لا نسيء فهم الإيمان أو استخدام الإيمان، لا نسيء فهم الاختبارات أو استخدام الاختبارات. دعونا نرفع عيوننا إلى الله ونقول له: يا رب رمم أعمدة حياتنا
رمم أعمدة كنائسنا، رمم أعمدة بيوتنا. يا رب ساعدنا لتكون أولوياتنا الأولويات السليمة. ساعدنا ربنا لكي تكون شهواتنا الشهوات المقدسة. يا رب ساعدنا لتكي نكون علاقاتنا علاقات المتزنة السليمة. ساعدنا لكي لا ننحرف عن كلمتك. ساعدنا ربنا لكي نهتم بجوهر حياتنا أكثر من اهتمامنا بمصهرها. ساعدنا لكي لا نسيء استخدام الكلمة. ساعدنا لكي لا نرتدي الأقنعة. نصلي.